بني إسرائيل. ما الميثاق الذي كان بين سيدنا موسى وسيدنا وبني إسرائيل؟ قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا ميثاق. ميثاق آخر: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. ميثاق آخر: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. عدم العمل يوم السبت كلها مواثيق أخذت على بني إسرائيل على لسان نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم. فتح مقهى به في شهر